اه خليه يخش. ادم كويس انك جيت، انا كنت عايزك. قول لي يا شريف، انت قلت الرحمه ان في واحده ست عندي في بيت القديم؟ ايه؟ لا طبعا. يعني انت ما شفتهاش وانت جاي ورايا؟ لا انا كنت جاي وراك بس ما قابلتهاش. متاكد؟ هو في ايه؟ هو انت كل شويه يطلع لي موضوع جديد ولا ايه؟ يا اخي انا صاحبك، عمري ما افكر اني اذيك. يبقى كده رحمة ما كدبتش. ما كدبتش في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. انت اصلا جاي لي ليه؟ انا كنت جاي لك عشان عايزك في موضوع مهم. ولما عرفت ان موضوع مامتك ده مضايقك قلت اجي اشوفك مالك فيك ايه. بس ايه؟ لا ولا حاجة، هو أنا طالع لك بس لقيت واحدة بتسأل عليك وعايزة تطلع لك فمشيت. المصيبة بقى إن رحمة جات لي وشافتها. يا نهار أزرق، وعملت إيه؟ ولا حاجة. قلت لها أي كلام. قلت لها معرفة قديمة مش شغل وكان في مشاكل. ولما عرفت إن أنا في البيت القديم جت. ما دخلش عليها الفيلم ده طبعا. لا صدقت، وده اللي محيرني. بقول لك ايه، هو انت؟ لا بقول لك انت، انا عمري ما خنت مراتي بعد ما اتجوزنا. مرستي دي مين؟ كانت جايه لك ليه؟ واحده معرفه قديمه. يلا سلام. سلام ايه؟ انت رايح فين؟ مش قلت لك عايزك في الموضوع. هقابلك بالليل نتكلم هناك احسن.